هي مين دي؟ انت بتمسكي التليفون ده؟ مين دي؟ بنت خالتي يعني. مين يعني؟ عامله لك لايك على الصوره ليه؟ طب عادي، ايه المشكله لما تعمل لايك؟ عادي، بنت خالتي ما تعملكش اي لايك. قال انت خطيبتي، هنا هي جربتي اصلا. عادي. ايوه بس انا لو مكانك انت مش هترضى ان انا حد يبعت لي ويعمل لي لايك على الصوره. ما انت ما بترضاش تخلي حد يعمل لي لايك على الصور. إيه؟ من فضلك امسح. امسح ازاي يعني؟ امسح الصوره. لا مش امسح، اعمل لها بلوك. مش هعمل لها بلوك، ماليش دعوه. اعمل لها بلوك ليه؟ ده قريبتي والله. اللي اعرفه ان انا اللي ابدالك بعد كده، انا اللي هعيش معاك. مش هي العيشه دي، مش عارف انت العيشه اللي انت بتعمليها فيا دي، كل شويه نكد وصداع وشك. في الشك ده انا بشك. ايوه انت عماله تشك كل شويه، صوره ولايك ومش عارف ايه الشغل الهبل اللي انت بتعمليه ده. على فكره انا بغير عليك علشان بحب. انا عارف ان انت بتحبيني وبتغير عليا، بس غيرتك وحشه. بص بعد اذنك غير الموضوع. خلاص تمام، هغير الموضوع. انا رايحه الحمام. عادي زي ما انت بتدور على التليفون بتاعي. ما انت بتلعبي التليفون بتاعي وما بتكلمنيش معاه. وانت هتلاقي في الشنطه ايه اصلا؟ انت مش شايف فيا؟ عادي زي ما بتتفرج على التليفون بتاعي. عادي كلها واحد على فكره. لا مش واحد. انا بدور في شنطتك زي ما بتلعبي في تليفوني، عشان ما فيش ما بيننا ثقه اصلا. يعني انت شايف ان ما فيش بيننا ثقه؟ يبقى العلاقه دي ما تلزمنيش. دعاء لحظه نتفاهم بس. طبعا دي قصة حقيقية بنشوفها ونعيشها كل يوم. اتنين مرتبطين بس الحياة بينهم تفتقر لأهم عمود فيها، هو عمود الثقة. ازاي يبقى في حياة واستقرار بينهم وهم طول الوقت بيدوروا ورا بعض، طول الوقت حاسين بعدم الأمان؟ الهدف من الارتباط والجواز بالنسبة للراجل والست هو السعي وراء الطمأنينة والأمان، ومع غياب الثقة بين الطرفين بيبقى مستحيل إن ده يتحقق. ولو كان الطبيعي والعادي في علاقتك بشريك حياتك هو عدم وجود ثقة متبادلة بينك وبينه، يبقى الحياة دي عمرها ما هتستمر، وعمر حياتهم ما هتكون حياة سعيدة وسوية، وعمرهم ما هيكونوا أسرة سوية وأفرادها أشخاص سويين. والحل حل بسيط، وهو إن كل واحد في علاقة يدي الطرف التاني مساحته من الحرية والثقة، لأن الحياة من غير حرية ومن غير ثقة ما تبقاش حياة.